هل تعلم ان والتر بواليا اللي انت شايفه تعيس ده من عيلة محظوظة جدا جدا جدا؟ يعني هو لو عنده ربع حظهم يلعب في ريال مدريد، مش ريال مدريد الزمالك، لا ريال مدريد الحقيقي. يعني والتر بواليا ده بقى ابن اخو كالوشا بواليا. كالوشا بواليا ده بقى اللي ما يسمعش عنه، يعني هو كان في الثمانينات والتسعينات كان محمد صلاح بتاع افريقيا، يعني من حرفنته كان يقول لك لو ما لقاش حد يرقصه يعني في اللعيبه يطلع المدرجات ياخد له 2 3 يرقصهم ويرجع كده، يعني من حرفنته بجد بقى. كان مقعد روماريو اسطوره البرازيل كان بيلعب عليه احتياطي في اندهوفن. مره زامبيا كانت رايحه تلعب السنغال في ماتش مهم جدا في تصفيات كاس العالم، الطياره باللعيبه بالاداريين وقعت في الطريق، ماتوا كلهم ال 30 واحد اللي في البعثه الا كالوشا بواليا الوحيد اللي تخلف عن ركوب الطائره. المشكله ان لما جم يحققوا في سبب وقوع الطياره لقوا ان كابتن الطياره الله يرحمه شك ان في محرك من المحركات اتحرق فحب يطفيه فقفله، فبدل ما جه يقفل المحرك المحروق قفل المحرك السليم. فهل والتر بواليا على شيء من موهبه كالوشا بواليا ولا هو ابناء عاملين؟ وهل والتر بواليا على شيء من حظ كالوشا بواليا؟ هذا ما ستكشف عنه الجولات القادمة في الإيجيبشن ليج. والسلام عليكم ورحمة الله.